هل تجرؤي تردي على الفنانة دينا في تصريحها اللي قالت فيه إنها ما تقبلش تطلع في حلقة فيها كم الإيحاءات الجنسية اللي كانت في حلقة برنامج عرض كبير؟ أنا ما حسيتش إن فيها إيحاءات جنسية. على فكرة أنا كنت قاعدة، أنا مش فاكرة إن هو قال إيحاءات جنسية. هي كل الكومنتس على الحلقة طبعاً إنه ده زيادة، بس أنا بتكلم عن تصريح الفنانة دينا. أنا لا، أكيد في ناس قالوا لك حتى لو أنت ما خدتيش بالك. أيوة في ناس قالوا لي، بس أنا ما شفتش إن أكرم كان فيه إيحاءات جنسية قبل ما ناجي ولا وأنا قاعدة. كل مضمون الحلقة ده بالنسبة لك ما كانش فيه إيحاءات جنسية؟ أنا ما حسيتش. على فكرة يعني أنا ما حسيتش بكده خالص ولا فهمت من كلامه. طب هو التصريح ده طلع من الفنانة دينا؟ معلش، هي ممكن ما تبقاش حابة انها تطلع في برنامج، لكن براحتها يعني. لا، هي مش قابلة تطلع في حلقة برنامج فيها إيحاءات جنسية بالكم ده وبالشكل ده. انا ما شفتش ان الحلقة كان فيها إيحاءات جنسية، ده من وجهة نظرها هي حرة فيها. بحترم وجهة نظرها، بس انا ما حسيتش ان الحلقة فيها إيحاءات جنسية خالص. هل تجرؤي تردي على الممثلة روان فؤاد اللي قالت واتكلمت وصرحت أكتر من مرة إنك غيرتي منها لأنها عمرها 21 سنة بس، وصرحت وقالت أنا بعتبرها زي مامتي؟ أنا زي مامتها؟ مين بقى روان فؤاد؟ ممثلة مبتدئة. طيب لما تبقى ممثلة اشتغلت معاكي. لما تبقى ممثلة. لا بس انتي عارفها ليه بتقولي ليه؟ لانها سوري، هي نكره، هي ملهاش اسم يعني. مش هو الفنان الصغير نكره؟ لا، ما انا كنت صغيره وما كنتش نكره، بس النكره هو اللي يطلع على حساب حد تاني. عيب قوي لما تيجي تشتغلي مع حد وتطلعي تعملي مشاكل عشان تقولي انا موجوده، ده احساس انك نكره. فان انت عارفه نفسك ان انت لا شيء، فعايزه تعملي اي شيء عشان تبقي شيء، فده انت حذفت لها مشاهد. انا حذفت لها مشاهد، دي حذفت لي الفيلم كله هي. ايوه، لان هي اللي كانت جايبه المنتج وهي اللي كانت جايبه المخرج. هو انت ما بتشتغليش الا مع ممثلين؟ لا يا ماما، ليه 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 جايبين المنتج وجايبين المخرج؟ انت بتتكلمي على عمل واحد. انت لما طلعتيني في السي في بتاعي طلعتيني كم سنه بشتغل؟ 20 سنه. عمرك شفتي مشاكل من 20 سنه زي حاجه اسمها روان فؤاد ومش عارف ايه؟ ما حصلش. انا اشتغلت مع منة شلبي، اشتغلت مع بسمة، اشتغلت مع ناس عارفين يعني ايه فن، عارفين يعني ايه شغل. لكن لما واحدة تبقى مش عارفة هي طالعة تعمل ايه، هي طالعة تعمل مشاكل مع ممثلة تانية عشان تقول انا موجودة، هل من الذوق والادب والاخلاق ان انا اطلع اقول على فلانة اللي اكبر مني سنا انها زي امي؟ لا طبعا. دي انا احترمها اساسا كبني ادم؟ لا طبعا. هل انا احترمها كفنانه؟ عملتي ايه كفنانه؟ انت طالعه تعملي مشاكل. ففي ناس بتبقى طالعه تعمل مشاكل عشان تقول انا موجوده. وبعدين مع احترامي سوري، يعني مين الاخت روان اللي انا هغير منها؟ يعني ايه الاماره؟ تديني اماره لايه؟ عملت ايه عشان اغير منها؟ هي قالت علشان انا اصغر منها في السن وعندي 21 سنه بس. طب ما دنيا سمير غانم اصغر مني في السن، طب ما منى شلبي اصغر مني في السن، فمن ناس كتيرة اشتغلت معهم أصغر ما غيرتش منهم، يعني مع أنهم أجمل بكتير، يعني ما فيش وجه مقارنة أصلا. فيعني اشمعنى دي بالتحديد اللي أنا هغير منها؟ أنا بحييكي على صراحتك.